فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الشيطان كأنه الحدث؟ يقول كأنه الحدث يتخلل الصفوف، كأنه يعني يدخل كما يدخل الحدث وهو صغار الغنم بين الصفوف، لأن الشيطان يتصور بالغنم ويتصور بالدواب ويتصور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.